اولا قبل بدايه المباراه ولا بعد التعادل تاع بوركينا فاسو كنا متفائلين باش نفوزوا على الاقل نتاهلوا بثلاث نقاط بتعادل كما تاهل المنتخب المصري واللي عملها اليوم المنتخب الموريتاني تاهل بفوز واحد وبثلاث نقاط. التساؤل واللي تسالوه الان المتناصرين اللي خرجنا اليوم، هل بالماضي حقا كان موجود معنا في الكوت ديفوار؟ هل حقا بالماضي كما يقول لك حضر جيدا لهذا الكان؟ هل اللاعبين كانوا محضرين نفسيا؟ هل كان حاضرين بدنيا؟ انا اقول كلمه، اذا الخير في بالماضي يريح معنا، اذا ما فيش الخير يروح يروح ويخلينا ونبدلوا ساعه بساعه. جالفور، القوه والمناعه من قلب الكوت ديفوار. شيري يرافقكم في كان الكوت ديفوار. استمتع بأجواء الكان مع بلاط. لوكس، الشيبس رقم واحد في الجزائر، يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. كادياس، طريقكم نحو الكوت ديفوار. رامي، الذوق الأمثل في كان الكوت ديفوار. تكنو نورم، يتمنى حظ موفق للفريق الوطني. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.